يا الله ليش هيك عم تعملوا فيني؟ يعني ما في اسبريسو ووايت شوكليت موكا، ما في، ما ضل عنا شيء نشربه إلا القهوة. إذا ممكن لا حدا يفوت لهون بدون إذني أنا. شو هالقصة؟ جيجي شو أخبارك؟ منيح. شايف هالبنت اللي واقفة ورا؟ توظفت عنا. ليك ركز معي وفهم، شغلها أصعب شغل موجود، شو ما بدك بتعمل ماشي، وأصغر غلطة إلى خبر المدير. شوف شغلك. تعرفي تحكي؟ مرحبا أنا ريهام. شرفنا، وأنا اسمي جميل. الكل بيقول لي جيجي. نحن هلأ صرنا بفريق واحد، كل الشغل بهالإيجنسي نحن اللي منشتغله. أوكي؟ أوكي. منيح، خلصتوا من الظروف يا بنات؟ إيه جيجي. هاتي امشي. يعني نحن هلأ موجودين بآخر شي بالهرم الوظيفي مو هيك؟ لا، نحن بعد آخر شي، يعني كتير تحت بكل الشركة. أسهل شي يتخلوا عنا، حركة صغيرة وبتلاقي حالك على الباب بهالبساطة. طمنتني والله. لك تفضلي. شكرا جيجي. أهلا وسهلا. أنت وليلى منين بتعرفوا بعضكم؟ أنا وياها من نفس البطن. يسلموا جيجي. شو قلتي؟ هي أختي، بس هذا المصطلح أزبط بحسه، لأنه أنا وياها منضل نقار طول الوقت، فالمصطلح بمحله. ممتاز، دمك خفيف، حلو، حبيتك. ها ظريفة على فكرة، الحقيني. اسمعوا يا شباب، خذوا هالدعوات ووصلوها لرفقاتكم الغايبين. أوكي. اليوم ذكرى التأسيس وفي عنا حفلة. المهم خليني هلأ أقول لك كيف النظام هون عنا بالشركة. اسمعي، أهم واحد عزيز بيك طبعاً، تمام؟ واللي بعده أمير بيك، ودارين خانم كمان. أمير بيك للأمور المالية، ودارين خانم بالقسم الإبداعي، هي المسؤولة عن كل الحملات الدعائية. عندك كتاب النصوص، وفي طبعاً المنتجين والمصممين والكل. لوريس، في لوريس كمان مساعدة عزيز بيك. ما في شي بيروح عليها. مرحبا لوريس، كتير طالعة حلوة اليوم. مرحبا أنا ريهام. مرحبا لوريس، نورتينا. هاد نوركم. بالإذن منك. وفي جان بيك، شاب مهم، هو الأساس، مصور كتير شاطر وما في أشطر منه بكل البلد، بيكون ابنه الثاني لعزيز بيك. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا جان بيك. Thank you. بيحب يسافر كتير وبيصور وين ما بيروح. أنا ما بفهم بهالقصص، بس حسب الصور اللي شفتها صور واحترافية، وبياخدوا العائل كتير حلوين يعني. إيه، وبيحب كتير يضل يصور بالأماكن الخطرة. وهلأ تفضلي خليني أعرفك على باقي الأقسام بالشركة. جيجي بس لحظة. نعم. ها استني شوي. شوفي جان. شو أخبارك؟ ممتاز. صاير عم تغيب كتير عن الشركة، عم نشتاق لك بصراحة. طالع كتير حلو اليوم. هاد من ذوقك. بابا وأمير جوا؟ ايه جوا بالمكتب، في عندي شغل لازم خلصه وبعدين بشوفك. ليك هذا جان بيك اللي حكيت لك عنه. أي واحد؟ جيجي؟ نعم. في موظفة جديدة، مين بتكون؟ جيجي تعال بدي اياك. حاضر. يا بنت تعالي انتي كمان. ريهام، ريهام شو عم تعملي؟ شو ما سمعتي؟ قالت لك تعالي. يلا بس يلا. استنى، انا اسمي ريهام مو بنت. استعجلوا. هي قائمة باسماء المعزومين اليوم، بدي اياكي تتصلي فيهم كلهم وتتاكدي مين منهم رح يجي على الحفلة. عيد ولا فهمتي؟ فهمت. شو الموضوع؟ شو بيعرفني؟ تعي نتفرج. شكرا شكرا. اوه بابا بارا بابا. ما دخلني. قلن قلن هني ما دخلني. شباب مين اللي حابب ياخذ معي سيلفي؟ اذا ممكن وقفوا بالدور. شايفه هذا جنبك. لك اي واحد؟ ليك وهنيك. وينو جيجي؟ مو مبين. يلا على شغلكم بسرعه،
عنا شغل كتير، امشوا بسرعة. حاضر. يلا بتسمو بكفي. لعندي لعندي. لا لهون. بس عفواً ليش ما بدك تجي اليوم؟ والله عزيز بيك بيعزك، لهيك هو حبي يبعت لك دعوة على الحفلة، رح نكون مبسوطين إذا بتجي. ايه تصطفل إن شاء الله عمرك ما تجي. شبيك؟ ايه طمنوني كيف الوضع؟ كتير ممتاز دارين خانو. دارين خانو. هاي الليلة بالنسبة لعزيز بيك وكل الشركة مهمة فوق ما بتتصوروا. ما بدي أي غلط لو صغير يصير اليوم، بدي كل شي بالحفلة يكون مثالي. جيجي بعت طقم عزيز بيك وأمير بيك وجان بيك لدار الأوبرا وخليهم هنيك يجهزوا كل شي. إيه بتأمري. وفي عندك هون رسائل الشكر بتحط كل وحدة منهم بظرف، وإنتي بعده بدي إياكي تلزقي الطبعات. على فكرة أنا إلي اسم. خلاص بس. شو هاد كأنه موظفين بمكتب بريد. جيجي حضرتها كأنها مانا مبسوطة كتير بالشغل؟ لا والله أنا كتير مبسوطة والشغل معكم كتير حلو. ايه منيح، أنا رح روح على دار الأوبرا. صحي جيجي قبل ما أنسى دور على رقم أحمد أرجوان من القائمة وسجله وبعت لي برسالة لأنه بدي أحكي معه. 0572281190. من وين بتعرفي رقمه؟ اللي بشوفه مرة بحفظه. انتي مو معقولة ابدا، لك شلون حفظتي؟ فظيعة. يلا بسرعة ابعته على موبايله. شو كان الرقم بالله؟ المفروض انه عم تشتغل، بس انتي بتعرفي ريهامو طبعا. ايه كيف لك؟ الشغل هون ما بيشبه الشغل ببقاليتا. ما بتتذكري شلون باخر شغل إلها تقلعت بعد ساعتين؟ عم تحكي علي مع ماما؟ لك بتضلوا تحكوا علي شو ماني من عائلتكم انا؟ ايه ماما بحكي معك بعدين عندي شغل. مثل ما توقعت عم تحكوا علي، مو معقول بحسكم ما بتحبوني ابدا. ليش لحتى ما نحبك؟ انا بوشك بقول هالحكي نفسه، مو انت بعد ساعتين تقلعتي من شغلك الاخير؟ ايه مزبوط، بس انا فكرت هداك الرجال حرامي طلع زبون، لو بعرف ما كنت قربت عليه وقت ابدا. عن جد مو معقوله، كل تصرفاتك في إلها تبرير ريهام. على طول كل شيء بعمله بحياتي هو تصرف غلط بالنسبة إلك، ما فيكي ولا مرة تشوفي الأمور من وجهة نظري أنا. لا مستحيل، المثالية ليلى، الدنيا عندك يا بيضة يا سودة. خلص بقى، سمعتي بتهمني بهالمكان، اسكتي رح تفضحيني. أي سمعة لتكوني شي ملكة. يلا خليني كمل من 8 ساعات وأنا واقفة على رجلي، أول مرة بحياتي هالشغل بشتغله. ما عاد فيني، رفعت الراية والله فرطت. آخ يضرب الكعب وساعته. أوف يا الله، والله تكسروا رجلي من الركض. لك شو جابك لهون يا هبلة؟ كنتي قاعدة بالمحل ومبسوطة وعم تاكلي بسكوت وتكتبي روايتك، شو جابك على الأشغال الشاقة؟ شو عم تعملي هون؟ شو هالمنظر؟ حلو شكلك هيك؟ قومي، كلهم سبقونا ما ضل غيرنا بالشركة. والله مو قدرانة اتحرك، رح موت من التعب. شو رأيك نقيلك شي من قسم الأزياء؟ ماني مضطرة، أصلاً ما حدا شايفني هون بكل الشركة، شو إلي 40 سنة لحتى يقول وينها؟ خليني روح على البيت ونام. افهمي، شغلنا علاقات عامة، ليكي كل ما أثبتي حضورك رح يتثبت مكانك بالشركة، ومراسم الحفل مهمة كتير للإيجنسي، إذا ما أجيتي مثلاً شو بيقولوا؟ هالموظفة ما بيهمها، هوب بتتقلعي. القرار إلك. أنتي مطرودة. من الأول بعرف رح تتقلعي. رح أحجز على البيت، انتهينا. رح نعطيكم لبعض. وأخيراً اتجوزنا ريهام، تعي خليني بوسك. لا قولي جيجي وقف، جيجي خلاص جاي معك، استنى. طبعاً يعني الواحد لازم هيك يتصرف على طول. يا شباب شو عم تعملوا هون؟ عزيز بيك هنيك، ليش عم تعملوا لقاء معي؟ روحوا لعنده. امشي لعند عزيز بيك.
ها جيجي بتطلع ليلى مو معبرتني، مو عارفانة شو بدي أعمل هلا. تعالي الحفل رح يبلش أصلاً، نحن الصف دي بالطابق الثاني. تمام، بس أول شي خليني أروح على الحمام. طيب لكن بتلاقيني ناطرك فوق. أي اتفقنا. هلا هذا هو القسم دي يا ترى؟ مين هي اللي لبستها؟ ريحتها مختلفة كتير، مثل الزهرة البرية. وينك انت جيجي؟ ما رح شوفك بالهدي. ليكني رافع ايدي، ليكني رافع، ما شفتيني؟ ايه تمام جيت. نقدم لك هذا المنتج وهو احلى. طلعي قدام. بعتذر عفوا. اي فيك تنتبهي يا انسه؟ مو قصدي، اسفه. وين كنتي؟ يا ريتني بعرف. لك ريهام شو هاد؟ اطفي الموبايل. شو هاد؟ شو هاد؟ رد علي ريهام يا كلبي. عسل الحب. أنا ما بدي أتزوج بنتك، مستحيل. ما بحبها. بلا بتحبها، بعرفك كتير بتحبها. ما بحبها، ما بحب بنتك. عم أقول لك بتحبها، شو أنت ما بتفهم؟ معك حق، إيه بحبها، كتير بحبها. فوت عليها، دخيلك جوي. يضحك. عم تدوري على حدا كأنه؟ لا، واقفة عم شوف الناس. أها. ليك استنى شوي. كل اللي إلهم شغل بالشركة وبيجوا عليها داعيينهم اليوم؟ هلأ في منهم أشخاص اتعامل معهم عزيز بيك وهن مو من موظفين الشركة، بس ليش عم تسألي؟ هو هلأ شلون بدي لاقي؟ لأ وكلهم لابسين صبابيت سودا. نعم؟ لا ولا شي، خلص روح على البيت. يلا تصبح على خير، بشوفك بكرة. ايه؟ تلاقي الخير. ليكي ما فيني ارجع هالفترة لأن تغيرت الخطة، صار معي شي ما كنت متوقعه. بالعكس
بالإذن. تصبح على خير عزيز بيك. في شغلات مضطر ضل مشانها، حسكر المكتب هالفترة بس خلي الموظفين يكملوا شغلهم من البيت. ليكي وإذا صار أي مشكلة اتصلي فيني فورا وخبريني ماشي؟ يلا ريهام تعالي. يلا ثواني. أنت منيح بابا؟ نحن اليوم انفضحنا، عن جد انفضحنا. طلعي. بدي أسألك سؤال، أنت في عندك بالشركة شي رفيق دقنه طويلة؟ أنت هبلة شي؟ يعني بصراحة سؤالك كتير ذكي. بشتهي مرة واحدة يسألك سؤال وتجاوبيني بلا مسخرة. مين اللي بعثك؟ وإمتى؟ وين؟ موبايلك مسكر، ليش ما فتحتي لهلا؟ إيه جيهان؟ مين اللي بعثك؟ والله رح طق. ما بعرف. ما بتعرفي؟ معقولة؟ لأني ما شفته وكان عتمة. بحاكيكي بصير بالبيت. يلا باي. وقفي استني لحظة. هولك والله لسه هالبنت بدها تجنني. أنا كيف بدي أتحمل لحتى تحاكيني؟ شو اللي عم تخططي له؟ أحكي. شو هلأ صرتي مهتمة وبعدين إلك عين تسألي بعد كل هالطناش؟ لا تغيري السيرة. عم تحكي أنت وجيهان ومخبية شي؟ بدي أفهم. بدك تفهمي، اسأليني بطريقة محترمة بالأول. شو هالنظرات هاي؟ حتى صوتك طالع مثل صوت أمي. لا فهمتيني غلط. أنا بس بدي اطمن، صار عندي فضول لهيك سألت. أنت وجيهان شو كنتوا عم تحكوا بالسر؟ خبريني ريهام. مو ظابطة لسه، في نبرة تحقيق. مو ظابطة ما؟ إيه خلصنا، إذا ما بدك تحكي لي أنت حرة. أكيد حابة واحد مجنون مثل عادتك. صح، مجنون كتير. جننتيني يا بنت، وين كنتي لهلا؟ خليتيني فوت من الشباك، ما عاد قدرت اتحمل. فهميني، قولي انا رح طق. ريهام يلا احكي لي شو يلي صار. صار شغلات كثير ما بعرفهم. بلشتي شغل اليوم وبستي واحد كمان، فهميني شو هذا الشغل؟ شو هذا الشغل يلي بخليك تبوسي واحد؟ رح موت من فضولي لك، فهميني شو اللي صار. مين هو؟ مين هو؟ احكي، ما رح اتركك لافهم منك. انا ما بعرفه. لك شلون؟ لحظه طلعي فيني، هو بالغصب باسك؟ مو هيك القصه، باسني بالغلط. تعبت نفسيتي. أنا متأكدة رح تجيني جلطة الليلة. حكي لي بالتفصيل. ليكي جيهان، اليوم أنا بلشت شغل مع أختي بالشركة نفسها. أنا كنت متوقعة. ألف مبروك، أحلى خبر. يلا حكي لي بالتفصيل، كيف زبط الموضوع؟ هذا مو المهم هلأ. عزيز بيك كان عامل حفلة للشركة تمام؟ فتت مستعجلة على مقصورة غير اللي دلوني عليها، وكان جوا عتمة كتير ما شفت شي. ويمكن الشاب فكرني بنت تانية وباسني، وأنا بسرعة هربت منه وطلعت. بس ما بعرف، اللي حسيته غريب كتير. حسيت رح ينقطع نفسي وما عاد قدرت وقف على رجلي، كأنه عم أحلم. يا عيني يا عيني. بس مين ممكن يكون برأيك؟ شاب من الشغل مثلا؟ والله ما بعرف، يعني يمكن يكون حدا من ضيوف المدير. لك ما كان في ضوء أبدا، ما شفت شي غير صباطه أسود وعم يلمع. صباطه أسود وعم يلمع؟ استني دقيقة، نحنا ممكن نستفيد شوي من الصباط. قلتي صباطه أسود وعم يلمع، فأكيد لابس طقم، معناته بده يكون مهم كتير ما؟ ما بعرف، بتذكر كان طويل، هو قربني منه وضمني بالغلط طبعاً. ايه ودقنه طويلة. دقنه طويلة؟ دقن دقن دقن. بتعرفي الدقن هلأ صارت موضة عند الشباب. ما في شي تفصيل تاني ممكن تتذكري لي اياه؟ فكري شوي. لحظة رح حاول فكر. Thank you.
رهومتي؟ اصحي، وين رحتي؟ نحن بغرفتك، انت وانا. ركزي معي، احكي لي بالتفصيل. يا بنت، انا معقول حابه؟ يعني ليكون هذا اللي بسموه حب؟ واذا مو حب شو بده يكون؟ طيب شو هذا الاحساس؟ بصراحه انا ما بعرف، ما عندي جواب. ابنه احذري. شو انا برايي نحن لازم نلاقي له لقب لهالشب. شو بدنا نسميه؟ قلتي لي انه طويل ومربي دقن كمان وصباته بيلمع. شو رايك نسميه الرجل الخفي ابو دقن طويله؟ وقفي لفكر. طائر ألباتروس لقبه. كيف؟ طائر ألباتروس رح يكون لقبه. أنت هيك بدك؟ دائماً بتختاري كلمات غريبة ما حدا غيرك ممكن يفهمها. طيب بالله شو معناته هالاسم هاد؟ شوفي هالطير، طير حلو بتلاقيه بجالاباغوس، وبيطير على طول لمسافات طويلة فوق المحيطات، وبنوب ما بيحس بالتعب، بيقضي 90% من حياته وهو عم يطير. شكله كتير حلو لهالطير، وأجنحته كبيرة كتير وضخمة. بيطير بالهواء لساعات طويلة بدون ما يحرك جناحه. هالطير بيقدر يطير لسنين، مو أيام وساعات. مو معقول قديشه حلو. كل سنة بيمر على جالاباغوس لحتى يتغذى ويتكاثر، وفي عنده زوجة وحدة. بيختار زوجة وحدة مو مثل البشر، وكل عمره بيعيش معه، وبيطيروا وبيهاجروا سوا، وبيضلوا بالسما. وليم أحلى هالعيشة.